أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. وتهب لي الدرجات. السلام عليكم ورحمة الله شباب، أتمنى أن تكونوا بألف خير. المهم إن شاء الله قريبا سنفتتح إن شاء الله ساعات الدعم الإضافية بمدينة الدار البيضاء إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله أن تشاركوا هذا الخبر مع جميع الأصدقاء، خصوصا أصدقائكم في الفصل إن شاء الله. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أتمنى أن تكون قناتنا على اليوتيوب مفيدة لكم، وأتمنى أن تستفيدوا من الدروس التي يطرحها